خير عليكم البنات، كديري لبس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكون اموركم كلها مزيان، وليداتكم واهلكم وحبابكم كل شيء يكون في صحة جيدة وفي امان الله ان شاء الله. البنات، بغيت نشارك معكم هذه الخريجة هذه اللي درنا نهار السبت. ان شاء الله مشينا لواحد التشينترو كوميرشالي حدانا، وغير هاد يعني ما كنتش باغا بصراحه باش نصور، وغير لقيت هاد يعني هاد البلاصه هادي اللي مشينا لها طاح فيها الثلج، لان ما بعيدش علينا بزاف، يعني واحد الساعه ديال الطريق اللي درنا. سبحان الله احنا ما عندناش الثلج، وهنايا طايح مزيان، ويعني كان طاح يعني عاد اكثر، غير بقى غير داك البقايا ديال الثلج كما كتشوفوا في الطريق، وفي يعني في هكا في الطبيعه باين، يعني مازال الثلج ما دابش اصلا. حنا فاش قالوا بان عادي يطيح الثلج، يلا واحد النهير اللي بدا كينف هكا، وكانت معاه الشتاء، يعني ما عادش يبقى يعني كيدوب. كما كتشوفوا الثلج كيطول الى كان كيطيح بوحدو، يعني كيكون ناشف وكيدوب كيطول في الارض، اما فاش كطيح معاه الشتاء كيدوب ودغيا كيدوب، يعني ما كيبقاش ما كيبانش. هنا كما كتشوفوا لان المنطقه شويه فيها هذاك الحقول ديال الزراعه وكلها يعني كامبانيا، وهذا داك الشيء بقى وبقى حتى في الجوانب ديال الطريق. المهم ما نطولش عليكم، نتمنى ان غير هذه الخريجه هذه وتخضروا عينيكم في هاد الطبيعه هذه اللي زوينه بصراحه، بهاد شويه ديال الثلج، واخا يعني ماشي شي بليصات زعما اللي كاين اللي كيقول لك الجو ديال الشتاء والجو ديال الثلج كيجي بلا تريستات. صاوب هذا انا بالعكس كيعجبني، ماشي كتحسي براسك الحزن ولا، وانما كتشوفي يعني يغير الواحد، يعني كتشوفي الطبيعه كتبدل شويه، ماشي ضروري غير الشمس، ماشي غير ضروري غير الخضوره. حتى فاش كيطيح الثلج وكتلقى داك حتى الثلج عنده ديك الجماليه ديالته في الطبيعه. مهم نتمنى ان هذا الفيديو وهاد الخريجه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وخليت لكم الراحه، وتلقاو فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.
كاينه غير واحد طرانشو ديال البيتزا، جاني الجوع. وفي ديك الوقيته ديال 11 ونص 12 يعني كنا فطرنا معطلين، وبنت لينا هاد البيتزا ريال طرانشو كيبيعوا هكا البيتزا يعني غير طريفات ديال البيتزا. خدينا دوي بيتسي، ومهم كليناهم غير تما نيت في هذا اللي ما لقيناش البلاصه فين ناكلو. كاين طبعا لي كلشي عامرين تاكلو بالوقت، قلت لها الله يجيب نمشيو ناكلو في الطوموبيل من تما نيت باش رجعنا للدار. دايرين بيتزا زوينه بصراحه، عجبتني كروكانتي، وخدينا ديال الطون وديال مارغريتا. المهم تغدينا كلينا، ماشي تغدينا غير كاسينا لا كروت وصافي ترجعوا للدار. واحد بيتزا ديال شوفوا سبحان الله الثلج في هذه البلاصه، هذه طاح في الجبال. مهم دابا حنا رحنا راجعين، مشينا لواحد النيغوسيو ديال سبا بوتسانا، كاينين دايرين سكونتو ولكن ماشي شي حاجه، سكونتو ديال 30% 40% ستانتا بيرتشينتو، ولكن ستانتا بيرتشينتو كحاطين حوايج اخرين عاوتا صبابط اللي بأثمنة ناقصة بزاف، ما تصوروش تلقاي الصباط هذا ولكن فيه شي ديفو. هذوك هما اللي كيدير فيهم يعني تخفيضات بزاف، كيديرو سكونتو ولا كتلقاي لولتيمي نومري 36 36 39 41، يعني الارقام اللي ديال النساء قلال، يعني اغلبيه راه عندهم كتلقى رجلهم 37 38. والبنات وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، نتمنى لكم نهاركم مبروك، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله، وخليت لكم الراحه، مع السلامه.